وللحديث عن العراقيل التي تواجه النازحين وتمنعهم من العودة إلى مناطقهم ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. حياكم الله أستاذ علي. أهلا بارك الله فيكم. أهلا بك أستاذ علي. بداية، يعني هناك حديث كما تعلم من وزارة الهجرة والمهاجرين عن وجود خطط لترميم خيام النازحين. السؤال الذي يطرح نفسه هنا إذن، يعني أين هي عمليات العودة الطوعية التي تحدثت عنها وزيرة الهجرة والمهجرين قبل نحو عام مضى من الآن؟ ليس من مصلحة دارة أو وزارة الهجرة والمهجرين عودة النازحين إلى مناطقهم، لأنهم أولا يمثلون مصدر تمويل للوزارة، والوزارة معروف الميليشيات والجهات اللي تسيطر عليها، وتعتبر يعني وزارة الهجرة والمهجرين مصدر تمويل مهم لهذه الميليشيات والأحزاب وجهات سياسية معروفة في العراق، كلنا نعرفها، لأن وزارة الهجرة والمهجرين يعني تحصل على ملايين الدولارات شهريا من المنظمات الدولية باسم النازحين. أما بالنسبة للحكومة وقراراتها، فمعاملتها مع النازحين تعاملهم كجالية لا تعاملهم كعراقيين، وبالأساس هي تريد انتزاع هؤلاء من مناطقهم، وانتزاع مناطقهم ويبقى الحال على ما هو عليه وتسويف وضعهم. طيب، من هي الجهة أستاذ علي المناط بها متابعة يعني المساعدات المرسلة للنازحين حتى يعني وصولها لأصحاب الحاجات الحقيقية؟ يفترض يعني نحن يعني كما يقول المثل غسلنا أيدينا من الجهات العراقية، فيفترض أنه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي التي تختص في هذا الأمر لأنها لديها مكاتب في العراق، لكن للأسف الأمم المتحدة بالتحديد أصبحت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، لأنها تغطي الانتهاكات في يعني سواء بحق النازحين وبحق المعتقلين وغيرها. مع التأكيد أن برنامج الأمم المتحدة الموجود في العراق مهمته وتسميته برنامج لمساعدة الشعب العراقي، لكن للأسف تحول هذا البرنامج منذ عام 2000 وتقريبا نهاية 2011 تحول إلى برنامج لمساعدة الحكومة العراقية والعمل إلها كمنسق علاقات خارجية مع الدول، وكلنا شاهدنا يعني الزيارات اللي تقوم بها مسؤولة الأمم المتحدة اللي تستفز العراقيين حين تزور دولة يعني مجاورة للعراق بالتحديد إيران، يعني زيارة هذه وكأنها يعني فجة يعني خارج اختصاصاتها. هذا البرنامج والأمم المتحدة والممثلية مهمتها مساعدة الشعب العراقي وليس تنسيق علاقات بين إيران ومع الدول. يعني برأيك هل هناك، بناء على ما تفضلت به، هل هناك ضوء أخضر من الأمم المتحدة للحكومة في العراق بإطالة أمد هذه الأزمة، أزمة النازحين والمهاجرين؟ أنا لا أتهم الأمم المتحدة ضمن يعني عموما، لكنني أتهم برنامج الأمم المتحدة الخاص بالعراق، وأدعو من هنا وكتبنا للأمم المتحدة وقلنا لهم أن دور الأمم المتحدة في العراق منذ عام 2011 حتى اليوم أصبح دور سلبي وأصبحت جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. من هنا، هل أمنت الحكومة العراقية يعني المحاسبة أو المتابعة من قبل الأمم المتحدة حتى استمرت بهذا الملف فسادا ويعني تمطيطا إن صح التعبير؟ نعم، هي هذه المشكلة، أن الأمم المتحدة الآن يعني مكتب الأمم المتحدة في العراق أصبح شريك في المخالفات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي، لأن الأمم المتحدة يعني واجبها رقابة هذا الأمر والكتابة عنه، لكن نحن نشاهد الآن أن تقرير الأمم المتحدة حين يصدر كل عام يتم بالاتفاق مع الحكومة العراقية، حين يعرض هذا التقرير على الحكومة العراقية يصبح وكأنه صادر يعني من الحكومة العراقية، لا توجد به حيادية نهائيا. فهذه المشكلة، الأمم المتحدة الآن يعني تسوغ
وتغطي على جرائم الميليشيات والأحزاب التي تسمي نفسها حكومة طيب في العراق. يعني ذكرت قبل قليل أستاذ علي أن الحكومة العراقية ليس من مصلحتها عودة النازحين والمهجرين، ولكن ما هي الأساليب التي تعتمدها هذه الحكومة في منع عودة اللاجئين أو عفوا النازحين والمهجرين إلى مناطقها؟ أولا تتعامل معهم على أنهم جالية وليس عراقيين. ثانيا مسألة انتزاع، الكل يعلم أنه حتى اللي يعني اللي خرج من بيته ويعني نادرا ما أخذوا الأوراق الثبوتية وغيرها معهم، ومع ذلك هذه الأوراق الثبوتية الآن كلها يعني تقادم عليها العاد ولم يعد معترف بها. عملية إصدار أوراق ثبوتية وثائق للنازحين واحدة من أخطر الوسائل التي تحارب بها الحكومة وميليشياتها النازحين. هذه أخطر شيء. يعني أنا أتواصل مع نازحين يقول حين أدخل دائرة أراجع على مستمسك كأي مواطن يفترض عراقي، يقول أنه يعني حين أقول أني من النازحين انتهى الأمر، سقطت هذه، ويدخلون المتاهات وتحقيقات ليس لهم قدرة عليها. يعني هذا النازح لا يستطيع أن يراجع دائرة لمدة، يعني منهم من يراجع هذه الدوائر على مستمسكات منذ 3 و4 سنوات ولم يحصل عليها. وأنت تعلم هذه التكاليف، يعني المراجعات مكلفة بالنسبة لنازح، هو نازح يا أخي. لكن هذه الحالة اللي تمارس بحق النازحين وكأنهم يعني هذا اللي يشكك، هذا اللي يجعلنا احنا نشكك بأنهم هم جزء يعني من عملية تدمير هؤلاء الناس. هل يجري أيضا تسليط الميليشيات عليهم؟ يعني هناك تقارير تؤكد أن منظمة الهجرة الدولية أكدت أن 70% من النازحين يخشون العودة إلى مناطقهم الأصلية. يعني هناك خوف من الميليشيات التي قد تعتقل هنا أو تنتقم هناك. ما دور الحكومة في ذلك؟ لا يوجد أي دور للحكومة في ذلك. الحكومة وليس هذه الحكومة، الحكومات معطلة ومغلولة الأيدي أمام الميليشيات، والميليشيات من مصلحتها الآن تتحرك وتستولي على بساتين ومزارع ومعامل وحتى بيوت النازحين. والميليشيات لديها تعليمات ولديها ترتيبات، يعني تقر بأن هذا العمل هو من باب التغيير الديموغرافي. فالميليشيات تعمل وحد والقوانين في جهة. الميليشيات الآن في العراق فوق القانون، والقانون ضعيف في العراق. يعني لا يوجد جهات إنفاذ قانون في العراق. من يحمي الآن إذا غارت الميليشيات على نازحين عائدين، من يحميهم؟ يعني لا توجد لا دولة ولا سلطة ولا مؤسسة. إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لك.